بالنسبه للدخول المدرسي ده هذا النهار كان دخول الى قدرنا نقولوا ممتاز بكل المقاييس. التلاميذ كانوا متواجدين، الاساتذه هما كل شيء كان عندنا واجد، لان كنا وجدنا قبل ما نخرجوا استعمالات الزمان لوائح التلاميذ الى غير ذلك. استقبلنا هذا النهار التلاميذ، اعطينا لهم استعمال الزمان، دخلوا الاقسام ديالهم، انتم كتشوفوا كل شيء في الاقسام، التلاميذ كيقراوا الامور عاديه بخير. كان شويه الاكراهات شويه الضغط، ولكن عادي بالنسبه لنا اليوم الاول. احنا فرحانين التلاميذ تواجدوا، جاو الامهات سجلوا وليداتهم، سمعوا النداء اللي كان، قراوا اللوائح كان عندنا مسجله، كان عندنا قانون داخلي مسجل، الاباء اطلعوا على المسائل كامله وكانوا متواجدين في الوقت. الدخول كان في 8 12، كل شيء كان متواجد. في المساء انتم كتشوفوا دابا 3:30 تلامد في القسم، من 2 حتى 6 مسائل عاديه. انا اول مره كرئيسه جمعيه الاباء هنايا، تواجدنا في من شهر 5 باش عملنا اصلاحات، وهذه باش على هذا النهار هذا باش يكون نهار يعني ساهل في الدخول عند العيال، ويكون مدرسه في احسن حله ديالها جديده. والحمد لله انا كنت خوفانه من هذا النهار صراحه الله، حيت شويه كيكون العيال باقيين جدادين، كاين العيال اللي هما جدد، كاين العيال اللي هما قدامى، ولكن الحمد لله النهار الاولاني مشات الامور ممتازه بزاف، وما وقعنا حتى شي مشاكل زعما لا مع الاباء ولا مع التلاميذ، والاساتذه كانوا الحضور ديالهم وكل شيء الحمد لله كل شيء مشى مزيان. نيمي شيماء، I'm 14 years old. I student in the Kasaba school. My from in Tangier, Morocco.